هذه أرخص صفقة في تاريخ كرة القدم. في سنة 2015 كان فرانكي دي يونغ يلعب مع نادي فيليم الهولندي، وكان من أفضل المواهب في ذلك الوقت، فأراد أياكس التعاقد معه، فطلب ناديه بيعه مقابل 800 ألف أورو، لكن أياكس رفضت ذلك، فعاد النادي مرة أخرى وعرض على أياكس بيع دي يونغ مقابل أورو واحد فقط، لكن مع الحصول على 10% من قيمة بيعه مستقبلاً، وافقت إدارة أياكس على هذا العرض، وفي سنة 2019 تم بيع دي يونغ إلى برشلونة بمبلغ 85 مليون يورو، وحصل نادي فيليم على 10% من هذا المبلغ.